زملائي وأبنائي الأحباء، أهلا بيكم في عرض جديد وشيق من عروض دكتور ماجد الشيخ. الحقيقة هو بدأ سلسلة ضخمة تناول من خلالها مواضيع متعددة زي الصدفية، البهاء، الجزام، مينوكسيديل، المناعة، والنهاردة معانا موضوع جديد ومهم وصعب، بولس ديزيزس. في الواقع أسلوب الدكتور ماجد بيتميز بالبساطة الشديدة في توصيل معلومة معقدة بطريقة مبتكرة جدا ولطيفة ودمها خفيف، تفهمها وصعب تنساها. وعشان يوصل لهدف توصيل المعلومة بالطريقة المبتكرة دي اللي أعتقد هو الوحيد اللي بيعملها في العالم، فهو لا يدخر جهد ولا مال ولا وقت ولا مجهود علشان العرض يكون في أبهى الصور. ربنا يوفقك يا دكتور ماجد وتستمر في العطاء، وإن شاء الله الكل يستمتع ويستفيد. واسيبكم مع البولس ديزيزس، إنتاج الصاحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد، دكتور ماجد الشيخ. ياني كفاية، حرام عليكي، كفاية، أنا خلاص دماغي، حرام عليكي. يا ابن المحظوظة يا جلد، نادر ما بنشوف أمراض مناعية بتجيلك، أما إحنا يا مفاصل يا عيني يا ربي، روماتويد، ذئبة حمراء، روماتيزم وغيرها من الأمراض الكتير. خمسة وخميسة، هو في حد جايبنا الأرض غير حقد وحسد أمثالك؟ ومين قال إن إحنا بنتصابش؟ ده إحنا بيجينا أكتر من 1000 مرض، وإحنا أول خط دفاع عن الجسم كله وأعضائه بما فيه انت يا هانم. معقولة اللي بتقوله ده؟ نعم يا اختي، ده احنا عندنا فصل كامل في الطب اسمه البولس ديرماتوزيس، وده كله تعب وأذية. والله؟ طب ما تحكي لي كده. بصي بقى يا ستي، احنا ربنا خلقنا بنظام متقن وعجيب علشان نحمي أعضاء الجسم كلها. ربنا مسخرنا علشان نحافظ عليكم، ولا عمرنا زعلنا ولا اشتكينا. لا إله إلا الله، طب فسر لي كده. بصي بقى يا ستي، الجلد معمول من إبيدرمس ودرمس وهايبودرمس. بالنسبة للإبيدرمس، ده معمول من خلايا ماسكة مع بعض بربطة اسمها الديسموزوم، وكل خلية ماشية ماسكة مع كل خلية بتحوطها بهذا الرابط العجيب. هتلاقي الخلية الواحدة فيها الأوتر بليك والإنر بليك، والأوتر بليك في التو أجيسنت سيلز مسكين مع بعض بالديسموجلاين 3 والديسموجلاين 1، وبينهم الديسموكولين. يجي بقى الإنر بليك يمسك مع الأوتر بليك بالديسموبلاكين، ديسموبلاكين 1 وديسموبلاكين 2. طيب الديسموبلاكين يمسك في الديسموجلاين بما يسمى بالبلاكوجلوبين، من الانر بليك طالع شراشيب في اتجاه النيوكليس اسمها الكيراتين. نكمل محاضرات اليوم الثاني، وبداناها بيعني نشاط دسم من دكتور نوح، ويعني حاجه كانت جميله على الصبح. فيلم الكرتوني بتاعي بيفسر حاجة مهمة جدا في البولس ديرماتوزيز في 12 دقيقة. يعني ايه؟ احنا ربنا خالق الجلد ابيدرمس ودرمس. ابيدرمس معمول من سيلز، ودرمس معمول من كونكتيف تيشو. حلو. طب الابيدرمال سيل ماشية لوحدها كده، كل واحدة ماشية لوحدها؟ لا، كل سيل ماسكة مع السيل اللي جنبها، كل سل ماسكة مع السل اللي فوقيها بما يسمى ديسموزوم. سيلز بتتكلم مع بعض، مش كل واحدة ماشية لوحدها. طيب تفضل ماشية بيزل سل ماسكين مع بعض بديسموزوم، جيراني السباينال سل ماسكين مع بعض بديسموزوم، جرانيولار سل ماسكين مع بعض بديسموزوم، هورني سل ماتت الخلايا، أنا ميت.
همسك في خلية ميتة بإيه؟ بقيت أنا كيراتين خلية ميتة، كيراتين خلية ميتة ماسكين مع بعض بكوليسترول. طيب طول ما احنا ليفينج سيلز ماسكين مع بعض بإيه؟ أسمع اسمه إيه؟ اسمه مش سامع، ديسموزوم. طب الديسموزوم ده معمول من إيه؟ بص الصورة الملخبطة دي، دي ليفينج سيل والنيوكليس إيه، ودي ليفينج سيلز النيوكليس إيه. الديسموزوم معمول من أوتر بليك وإنر بليك أكوردنج لمكانها من النيوكليس، احفظ معايا. طيب الأوتر بليك بتاع اتنين أجسن سيلز مسكين مع بعض بإيه؟ بص معايا، ديسموجلاين تلاتة، ديسموجلاين واحد وما بينهم الديسموكولين. أدي السيلز ماسكة مع بعض. ده مش كده وبس، الانر بليك ماسكة مع الأوتر بليك بديسموبلاكين، ديسموبلاكين واحد، ديسموبلاكين اتنين. الله الله الله، دي منظومة، منظومة السيلز بتتكلم مع بعض هنا وهنا وهنا وهنا. طيب الديسموجلاين والديسموبلاكين برضو ماسكين مع بعض بالبلاكوجلوبين. هتلاقي كل حاجة دكتور قدح جوه السل بلاك، بلاك ما الدنيا ضلمة جوه، ربنا ما يوريكي جوه السل ضلمة، عشان كده اسمها ايه؟ ديسموبلاكين. ان شاء الله انت هتنورها لنا يا دكتور مجد. اوي ديسموبلاكين وبلاكوجلوبين. يبقى الديسموزوم لسه ما خلصش. ليه؟ مهمة جدا الشراشيب دي، اسمها كيراتين فيلمنت، كيراتين انترميديت فيلمنت. اي ديفو، اي لخبطة، اي اضعف حتة من دول السيلز تفك من بعض، يحصل ما يسمى بالاكانثوليسز. حصل اكانثوليسز باظت المنظومة، يحصل باثولوجي. سهلة الديسموزوم، كمل الفيلم. انترميديت فيلمنت، وكل ما خلايا الجلد تطلع لفوق بتعجز. شايفينها وهي بتعجز؟ السيتوبلازميك جرانيولز تتحول لكيراتو هايلاين جرانيولز. السيتوبلازميك كورجانيلز بتتحول لكيراتو هايلاين جرانيولز، عشان كده الجرانيولز دي اعلى طبقه في الجلد اللي هي الهورني لير، وفيها كل خلايا الجلد بتفقد حياتها وتفقد النيوكليوس وبتتحول لخلايا كيراتينيه هورني سيل. وهنا بتمسك الخلايا الميتة مع بعض بالكوليسترول سلفيت، وعند أعلى طبقة في الجلد بتطلع مادة اسمها كوليسترول سلفاتيز، بتفك الخلايا دي وتقع خلية خلية. طب انت عارفة ان الجلد بيفقد 200,000 خلية من الجسم كل ساعة؟ طول ما بطلع من تحت بيزل سيل بعجز، سباينس بعجز، جرانيولر بعجز. ما هي دليل والمانيفستيشن بتاع العجز؟ السيتوبلازميك اورجانيلز تبقى ريبليز بكيراتو هايلاين جرانيولز، ماتت. هي طول ما السيتوبلازميك اورجانيلز هي فانكشنينج، هي الحياه. طب لما تبقى كيراتو هايلاين جرانيولز ماتت، تموت لغايه ما الخليه كلها ما تبقاش كيراتو هايلاين، تبقى كلها كيراتو، او كلها هايلاين، او كلها كيراتين، او كلها هورني، لا تورني سيل. ربنا مش هيسيبك كده، ده مطلوب قوي ان الطبقة اللي فوق تبقى ميتة، مطلوب قوي، مطلوب قوي تبقى هارد. طيب طبقة ميتة، سيل ميتة، هتمسك في سيل ميتة بديسموزوم ازاي؟ فربنا خلق بينهم ما يسمى بالكوليسترول سلفيت، ويطلع من الجرانيولر سيل ما يسمى بالكوليسترول سلفيتيز، عشان يوقع لك الهورن سيل سيل باي سيل. 200,000 خلية بتقع من جلدي كل ساعة. حد عمره لاحظ الكلام ده؟ نبره ولا عمرك هتشوفه بعون الله؟ واللي يحس بيه بس عيان الاكثيوزيس. تمام؟ كمل الفيلم، كمل يا وحش. سبحان الله. طب وطبقة الإبيدرمس دي ماسكة ازاي في طبقة الدرمس، مع ان الدرمس معمول من كونكتيف تيشو؟ هنا بقى نسأل دكتور ماجد. ستوب، هو برضو حاجة تمخول. الإبيدرمس ده سيلز والدرمس ده كونكتيف تيشو، ازاي يعني سيلز تمسك في كونكتيف تيشو؟ لا يمكن،
الا منظومه ربانيه ربنا عملها اسمها البيزمنت ممبرين زون. اسمها ايه يا جماعه؟ بيزمنت ممبرين زون. بمعنى انا ببني المبنى ده يا دكتور احمد وعايز احط النجفه دي، ينفع احط النجفه وسط الطوب؟ لا يمكن، عشان ده نيتشر وده نيتشر تاني خالص. لازم جنش ما بينهم وسيط، هو ده اللي ربنا عمله ما بين الابيديرمال سيلز والكونكتيف تيشو اللي معمول من الدرمس اللي معمول من كونكتيف تيشو. يلا وحش. الابيديرمس ماسك مع الدرمس بمنظومه ربانيه بديعه اسمها البيزمنت ممبرين زون، ودي معموله من خيوط جايه من البيزل سيل اسمها الهيميديسموزوم، وبتتكون من الانر بليك الاوتر بليك والسبيزل تنسبليت. احنا اتفقنا ان اي خليه في الابيديرمس ماسكه مع اختها بديسموزوم كامل، صح؟ طب انا بيزل سيل تحتي مفيش سيلز، ما دام انا بيزل سيل جوايا نص ديسموزوم، صح ولا لا؟ بس تحت مفيش سيلز، يبقى البيزل سيل عشان تمسك في الدرمس فيها نص ديسموزوم بس. فيها ايه يا جماعه؟ نص ديسموزوم، يعني هيمي ديسموزوم. والهيمي ديسموزوم ده معمول باسلوب تاني خالص، اللي هو ايه بقى يا دكتور نوح؟ بص، انر بليك والله العظيم جوه، اوتر بليك لا بره، وفي حاجه اسمها سبيزل دنس بليت، ده هيمي ديسموزوم. ها كمل معايا. ونازل من السبيزل دنس بليت خيوط اسمها الانكورينج فيلمنتس. طب نازله خيوط اسمها انكورينج فيلمنتس، حد واخد باله انا راسم الخيوط دي على شكل ايه؟ على شكل الهلم. اصل انكورينج يعني هلم، هلم بتاع السفينه. يبقى مش مرسوم اي كلام، نازل من الهيميديسموزوم خيوط اسمها انكورينج فيلمنتس. كمل. وماسكه في حزمه ضخمه من الكولاجين اسمها اللامينا دنسا، ومن اللامينا دنسا نازل خيوط اسمها الانكورينج فايبرلز، ودي ماسكه في حاجه اسمها الانكورينج بليك، والانكورينج بليك لازقه في الدرمس. الانكورينج فيلمنتس اللي فوق موجوده في حته اسمها اللامينا لوسيدا، والانكورينج فايبرلز اللي موجوده تحت موجوده في منطقه اسمها السبلامينا دنسا. يبقى البيزمنت ممبرين زون معموله من البيزل سيل اند بيزل سيل بلازما ممبرين، الهيميديسموزوم، اللامينا لوسيدا، اللامينا دنسا اند سبلامينا دنسا. يبقى المنظومه الربانيه ربنا عمل الابيديرمس فوق اهو، ودي اخر بيزل سيل، والدرمس اهو، همسكهم مع بعض ازاي؟ بالبيزمنت ممبرين زون، نص ديسموزوم، ولامينا لوسيدا. لوسيدا يعني رقيقه، فيها انكورينج فيلمنت تمسك فيه اللامينا دنسا، ده عمود خرسانه، وينزل منه في السبلامينا دنسا خيوط اسمها انكورينج فايبرز تمسك في الانكورينج بليك اللي لازق في الدرمس. وهنا ربنا عمل لنا ازاي الابيديرمس لازق في الدرمس. طيب هو لو الديسموزوم باظ، فاكرين الديسموزوم؟ الديسموزوم اللي في الابيديرمس يحصل باثولوجي؟ طبعا. طب لو البيزمنت ممبرين زون باظ او اتقطعت الخيوط اللي هي موجوده فيه، الخيوط موجوده في حتتين اتنين بس، لا اما في اللامينا لوسي ده لا اما في السبلامينا دنسا، صح؟ حد يقدر يقطع في اللامينا دنسا عمود الخرسانه؟ ودي بقى يبقى اي باثولوجي في الجلد بيحصل في اللامينا لوسي ده او في السبلامينا دنسا. كمل الفيلم ومش هتكلم. المنظومه تاني. الربانيه البديعه اللي بيها الابيديرمس بيمسك في الدرمس. سبحان الله، هو ايه اللي ممكن يحصل لو منظومه الجلد باظت لا سمح الله؟ دكتور اللي انا اعرفه ان البليستر از سيستيك اليفيشن كونتيننج فلويد، لو اقل من نص سنتي يبقى فيسيكل، لو اكتر من نص سنتي يبقى بله. ممكن بقى حضرتك تقول لنا الميكانيزم بليستر فورميشن؟ بالنسبه للابيديرمال بليستر عندنا رقم واحد سبكورنيال بليستر اللي بيحصل فيها سب. اي كافيتي في الابيديرمس، اي كافيتي يحصل في الابيديرمس يملى ميه يعمل لي بليستر. بليستر دي
لو صغننا تبقى فيزيكال كبير تبقى بولي اي كافيتي. طب ازاي ممكن اعمل كافيتي في الابيديرمس؟ هنشوف دلوقتي خمس طرق. اول واحده سب كورنيال. يعني سب كورنيال تحت الهورنس اللاير، سيبريشن اوف هورنس اللاير عن الجلد، تمنى ميه تعمل لي سب كورنيال بليستر في مرض اسمه واضح جدا اكيد في السب كورنيال باستيل درماتوزيز. يلا وحش سيبريشن اوف هورني لاير اوف ذا سكين زي في حالات السب كورنيال باستيل درماتوزيز. اثنين الاكانثوليسيس اللي هو لوس اوف كوهيجن بتوين الابيديرمال سيل زي في حالات البيمفيجوس. ثلاثة السبونجيوزيس والسبونجياتيك كليستر ده بيحصل فيها انترسيلولر اديما تعمل سبونجياتيك كليستر زي في حالات الاكزيما. بالونينج ديجنريشن بيحصل فيها انتراسيلولر كليستر زي في حالات الفيرال انفكشن. واخيرا البازلر بليستر اللي بيحصل فيها هيدروبيك ديجينريشن وبيزل سيل زي في حالات اللايكن بلانس والديسكويد لوبس اريثيماتوز. طب يا دكتور بالنسبة للميكانيزم بسب ايبيديرمال بولا فورميشن؟ بالنسبة للسب ايبيديرمال بولا وده بيحصل عند قطع خيوط الانكورينج فيلمنتس اللي موجودة في اللامينا لوسيدا وتعمل انترا لامينا لوسيدا بولا زي في حالات بدي اتش البولس بنفويد السكتريشال بنفويد والجانكشنال ابيديرموليسيس باللوزة. بس ممكن القطع بقى يحصل في الانكورينج فايبرلز ودي اللي موجودة في السبلامينا دينسا وتعمل سبلامينا دينسا بول زي في حالات الابيديرموليسيس باللوزة ديستروفيكا والابيديرموليسيس باللوزة اكويزيتا. كده يا جماعة ولسه الحديث بقية وانتظرونا في الجزء الثاني من البولس درماتوزيز. والحقيقة انت الوحيد في مصر اللي تتميز بهذا الفكر ان انت تعمل فيلم كرتون. دي فكرة اعتقد ما خطرتش على بال حد يمكن في العالم، مش في مجالنا في الجلد يعني، مش في مصر بس، وبنتعلم منه احنا نفسنا، بنستفيد منه، بنحفظ حاجات يمكن بنحفظها بصعوبة من الفيديو من الكرتون. فالحقيقة نتمنى ان انت تكمل السلسلة دي بقى في باقي الحاجات الصعب. سورايس عاملين انت حراك عامل حاجات تانية. هاي توفيق. لا هو انا عايز اضيف حاجه. دكتور ماجد بيتميز دايما بالكرياتيفيتي في الحقيقه، ودي انا بعتبرها سوبر كرياتيفيتي لشقين بقى، شقين احنا بنعرضها في المؤتمر هنا. الناس كلها بتراجع اللي في دماغها على المجسمات الكرتونيه. ده المهم جدا بقى البيشنت ايديوكيشن، ده مهم جدا. يعني تخيل الافلام دي لما يشوفها رجل العامه صدقني هيفهم. يعني رجل العامة احنا مقصرين في البيشنت ايديوكيشن. واحنا ازا ديرما بلانت اصلا في بروجكت شغالين عليه ان احنا نعمل بيشنت ايديوكيشن بروجرام. يعني ايه صدفية؟ يعني ايه امراض فقاعية؟ يعني ايه فقاع شائع او ذو الفقاع؟ يعني لازم نفهم الناس الكلام. فاعتقد دي ممكن تبقى نواة ولبنة جيدة يبنى عليها هذا البروجكت برضو. فانا بشكر حضرتك جدا. اعلنت يعني دكتور نوح اعلن مفاجاه البروجرام اللي احنا شغالين عليه. دكتور احمد والدكتور ماجد عايز ياخد الراي فيه يعني، فطبعا الراي فيك ده حاجه محسومه. فاذا كان تحيا مصر فيحيا ماجد حقيقي. الله. حقيقي حقيقي قد ما تحيا مصر. والله. وبرده يعني يحيى دكتور عصام بكر الحقيقه، لان انت حضرتك لا 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 والله لا 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 ده انت غطيت. وانا عايز اقول لك لا اي ولا زي الله يبارك فيك بجد يا دكتور ماجد ما شاء الله. الدكتور بيومي قاعد جنبي لقيت على وجهه ابتسامه فببص له. وبعدين على فكره الدكتور بيومي لا يجامل لكن يقول كلمه الحق. لقيته بيعمل ايه؟ بيعمل لي صبعه كده، وهو ما يعمل صبعه كده خلاص يبقى بصم، لانه هو راجل اللي بصراحه تيجي تقولها تاني بجد ده ام كلثوم ما كانتش بتنزل من على مصر بجد يا دكتور ماجد. والله امتعتني كان ام كلثوم. الله يبارك بجد. حقيقي جميله، تسلم ايدك ويديك الصحه وجروب جميل. وان شاء الله جمعيه ناجحه. هي انتوا تسموها ايه؟ ستار اكاديمي.
انا بتكلم بجد والله هو ما بجامل. هو عياده اسمها ستارز ستار اكاديمي. هو ستارز كلينك برضو. ايوان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا دكتور. نشكر حضرتك يا استاذنا. انا برضو بنوه تاني على البيشنت ايديوكيشن بروجرام اللي احنا شغالين عليه, ودي دعوه عامه, دعوه عامه لكل الساده الاساتذه الموجودين معانا في القاعه اللي حابب يشارك معانا في هذا البروجكت, يقدم لنا فكر ورؤيه عن كل مرض باللغه العربيه, باللغه العربيه عن كل مرض من امراض الجلد, وهو بقى يعني يحط لنا رؤيه ليها, علشان احنا هنسوغ هذا الكلام وهنعمله على هيئه ان شاء الله تطبيق موبايل. احنا شغالين في ده, تطبيق اللي هو موبايل ابلكيشن, يبقى سهل نزوله جدا من على الابل ستور او الاندرويد. المريض عايز صدفية, خش ايكون صدفية. انا عايز اسأل على الثعلبة, ايكون ثعلبة. ارتكارية نفس الموضوع, في لغة مبسطة, لغة عربية سليمة ومنقحة وسهلة, زي اللي ايه, زي كده اللي بيعمله دكتور ماجد. وممكن نقاد بقى على البروجكت ده حاجات كده زي شغل دكتور ماجد ان شاء الله. يعني هنتنقل للتوك التانية في السيشن بتاعتنا مع دكتور ماجد.